أعزائي السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل أسرار الرؤى بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. هنكون معكم لمدة ساعة على الهواء، نتلقى فيها اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة ربانية نورانية تسري في أجسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتسمو بالأرواح وتشفي البدن من كل داء وسقم. رسول الله يا نور الحياة، يا من بذكره تتنزل الرحمات ويزول به كل هم وغم وتستجاب به وتقبل الدعوات. صلاته نور ورحمة وبركة تسعد وتحيا بها الكائنات. هو البشير النذير والسراج المنير، هو من بيده مفاتح الجنات. فصلاة الله وسلامه عليه وآله رسولا جاءنا بالبينات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. معنا الأستاذ شهرزاد من منصورة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. والله أنا كان عندي رؤية كده كنت عايزة أقول لحضرتك عليها. تفضلي يا فندم. أنا كنت في يوم كنت من كتر العايط أنا نمت بعد ما عيطت يجي 3 ساعات كده. فحلمت إن في ناس في الشارع ملمومين كده لما كبيرة قوي، فبسألهم هو في إيه؟ قالوا لي ده الرسول عليه الصلاة والسلام بره، قومي قومي ده جاي لك صلى الله عليه وسلم. فأنا قلت لهم الرسول جاي لي أنا؟ قالوا لي آه جاي لك إمتى؟ فقمت طلعت أجري عشان أشوف. أنا شفت الشخص، نعم أنا شفت نور بشكل رهيب، بدقن طويلة كده ولابس حاجة زي الشال كده على دماغه. فبقول له يا رسول الله أنا تعبانة تعبانة قوي. نعم صلى الله عليه وسلم. انت ان شاء الله كويسه ما فيكيش حاجه، بس اكتري من الاستغفار. خليكي معايا على الهواء. خلصت يا استاذ شهرزاد؟ لا كده، دي كانت المفروض ان دي انا صحيت من النوم قلت لمامتي ده حصل كذا يا ماما. طيب تابعيني اسمعيني من التلفزيون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل بي. وكيف يتمثل النار بالنور؟ وكيف تتمثل النار بالنور؟ الله يقول وخلق الجان من مارج من نار، لكن رسول الله نور، ولا يجوز للنار أن تتشبه بالنور. والنور أنواع، أعظم نور هو الله سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض، ثم بعد نور الله نور رسول الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ثم بعد نور رسول الله نور القرآن، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ثم نور المؤمن، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ثم نور الإيمان الذي نزل هذه الآية في سيدنا عمر بن الخطاب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والأستاذة شهرزاد بتقول إن هي كانت بتبكي وشافت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم، ما نكون في محنة ما لناش غير سيدنا النبي بعد ربنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لقد من الله على المؤمنين. إذن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أنا نايمة في محنة، إما أشوف سيدنا النبي يبقى زالت عني كل حاجة، ولما سيدنا النبي يقول لي استغفري أداوم على الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار، يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، إذن يزول الهم ويفرج الكرب وتتحقق السعادة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين. والله أعلى وأعلم. أستاذ أسماء من المنيا، تفضلي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت معايا تلات أحلام بعد إذنك. اتفضلي يا فندم. أول حلم بتاع والدتي حلمت إن هي بتلم كتاكيت من الشارع وخدتهم جدا ناخدهم السبت، يعني خدت نص ونص تاني سبت. بقول الكتاكيت دي أنا هاخدها ليا بدل ما حد عايز ياخدها، كتاكيت صغيرة يعني. وأنا حلمت إن أنا باكل شوكولاتة وواحدة تديني شوكولاتة، بقول لها الشوكولاتة دي بكام؟ جايت لي مش عارفة ب 50 جنيه ولا ب 80 جنيه. فخدت بقول لها ودي الشوكولاتة دي غالية يا ما كنت كارثة. بقول لها مش اشكال الفلوس على المهلة، بديني الفلوس على المهلة. شوكولاتة بيضة وشوكولاتة اتفضلي. الحلم الثالث إن أنا حلمت إن أنا في مدرسة وأبلة بتقول لي وقفي على جنب انت واقفة بعيد، لاش واقفة في الطابور مع البنات ما توقفيش بعيد، وكانت بتجري ورايا عشان تضربني. حضرتك منتظمة في الصلاة؟ أيوه بصلي الفجر كل يوم. حاضر. أيوه. لا في فروض بتفوتك؟ لا مفيش. طيب تابعيني. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكتاكيت أو الفراخ أو ما شابه ذلك ده نوع من الطير، والله يقول ولحم طير مما يشتهون، والله يقول كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وكلوا من طيبات ما رزقناكم وكلوا من طيبات ما كسبتم. يبقى انا باخد من الرزق بتاع ربنا في الارض، ولما اشوف ان انا باكل من الشوكولاته او ما شابه اللي هي الحاجات اللي زايده على الاكل. طبعا ما سمعناش مثلا حد يعزم حد مثلا على حلويات او شوكولاته يقول انا عازمك على الغداء، لا دي بتبقى زياده بعد الاكل، يبقى ده رزق زياده ياتي من شبع. طيب رزق انا هاخده بزياده، طب انا عاوز ربنا يكرمني والرزق ده يزيد على طول، دايما هستغفر ربنا وهأكثر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ربنا يوسع عليا في رزقي. يعني وشافت كمان ان هي في المدرسة والمدرسة بتقول لها انتظمي او كده. الضرب ناس كتير بتقول على الضرب ده مشكلة، اذا كان ربنا في سورة البقرة قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى فما بالك بالحي. ولما المعلم يضربني او يعملني انا بستفاد منه معلومة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لكن الاستقامة على الصف وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، اهدنا الصراط المستقيم. هذه رسالة إن أنا أدني على الاستقامة وأحافظ على طاعة الله ورسوله، والله أعلى وأعلم. أستاذ عبير من المنوفية تفضلي. أستاذ عبير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لي ثلاث أحلام بس. اتفضلي يا أستاذة عبير. أنا كنت مصلية الفجر ودعيت يعني دعيت ربنا بأدعية الأنبياء كلها وقلت أذكار الصباح والمساء. حلمت إن أنا بفرق أطباق زي عقيقة بس من غير لحمة، رز بفتة بس. أنا منفصلة وإديت لعمك إن أنا منفصلة دي دوت طبق. وبعديها رب زي صخرتين كبار طالعين نازلين في البحر، والبحر زي الموج عالي كده، فانا بقول هو ربنا شق البحر لسيدنا موسى. لا خليكي معايا الاول، انت الاكل ده كلتيه انت وجوزك انت والمنفصل عنه ولا ايه؟ لا ده انا كنت بفرقه، الناس عندنا في شقه بابا القديمه واديت لعمته اللي انا كنت متجوزاه، اديتها طبق بس من غير لحمه. طب حضرتك دلوقتي منفصله خالص ولا زعلانه؟ لا منفصله خالص. طب تابعيني كملي قولي تاني عندك ايه؟ بعدين الصخرتين في الحلم كانوا طالعين نازلين، قلت وربنا شق البحر لسيدنا موسى. دوت اول حلم. تاني حلم ان هو طالع السلم وقال لي اطلعي ورايا، طلعت وراه لقيت كراسي مكسوره خشب، قلت له ايوه ده الكرسي بتاعي وهات لي حاجتي الناقصه. فكان جايب كيس برقوق اصفر كبير اداه لماما، ماما كانت قاعده معانا في الشقه. طيب حضرتك ممكن ترجعي ولا مش عندك نيل الرجوع؟ لا بصراحه لا. طيب تابعيني برضه. اخدت من كيس البرقوق الاصفر دوت، اخدت واحده، فهو كان جايب البرقوق الاصفر فيه حتت بايظه، اخدت واحده شلت الحته البايظه منها ورميتها واكلتها. ده تاني حلم. تالت حلم على طول على واللي جايب الاكل دوت اللي كان جوزك قبل كده؟ وكلت منه؟ اكلت منه وشلت الحته البايظه ورميتها واكلتها. طيب. كان برقوق اصفر. هترجعي له ان شاء الله. تابعيني. طب والحلم الثالث على طول احلم اللي هو طالع السلم ويقول لي اطلعي، يا اما نايمين جنب بعض على السرير، دول على طول يتكرروا معايا. ده بدول اللي انت هترجعي برضو تاني. تابعيني. طيب. انا بقول على الاكل ليه؟ انا كتجربه عندي بقى في البيت
كان ابن عمتي يعني خطب اختي وحصلت خلاف وكده واختلفوا وقعد 3 سنين. فجت تقول لي على رؤيا، انا قالت انا شفت ان احمد ده بياكل معانا في البيت. قلت لها خلاص ارجع لك. وكان خلاص كل حاجه راحت لحالها. ليه؟ لانه ما ياكل معايا هياخد رزق. وفعلا رجع له وخلف وبتاعه في استقرار الحمد لله. طيب الاكل هي شافت ان هي بتقول ان هي بياكله. طيب وقبل كده شافت، وشافت ان البحر انشق لسيدنا موسى، وشافت ان بيديها برقوق اصفر. وانا قلت لها هترجعي له ليه؟ لان اي انواع الفاكهه كلها رزق. وارزق اهله من الثمرات. ربنا قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يبقى هنا الاكل الفاكهه رزق، والاكل العادي رزق، والرز العادي اللي انا شفته ايوه. فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. ولما اشوف ان انا تبعت جوزي اللي انا انفصلت عنه وبطلع وراه على السلم وباستقر معاه في غرفه وبنام معاه في غرفه دون، الغرفه تدل على ادراك الامن والامان، وهم في الغرفات امنون، وتدل على الاستقرار. وقرن في بيوتكن. ولما اشوف ان البحر انشق كده زي ما انشق لسيدنا موسى، شوف هنا، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. انا عشان ان انا بقى اتمثل في دي بنقول للاستاذه المحترمه، ربنا بينزل لي في الثلث الاخير من الليل، كل يوم ربنا نزل لي، وكل يوم في استجابه دعوه ومغفره ذنب وتحقيق اماني. ليه ما اخدش ركعتين في جوف الليل واصلي فيهم الصلاه دي واقول لي ربنا يا ربي حقق لي الستر. الراجل راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل لك من صلاه من يوم صلاه عليك، قال ان زدت فهو خير، الى ان قال يكفيك الله همك ويقضي امرك. ما لناش غير ربنا وسيدنا النبي، نكسر من الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقيام الليل وصله الرحم والاستغفار. يبقى هعيش في سعاده وراحه بال لما اتمسك بالله ورسوله. والله اعلم واعلم. استاذه فاطمه من الجيزه اتفضلي. لو سمحت يا شيخ انا عندي حلمين. اتفضلي يا فندم تحت امرك. اول حلم انا حلمت ان ابني في حد بيضربه وان في حد مقيد جوزي واني انا عماله اعيط، بس اللي كان بيضرب ابني ده في الحلم كان حد ليه سلطه يعني شخصيه. طب هقول لك حاجه خليكي معايا، الضرب دون بيدل ان ابني هياخد نفس الرفعه. هياخد ايه؟ نفس الرفعه. أي. إن ربنا قال فكنا نضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى فما بالك بالحي. والقيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب القيد في الرؤية، وده في صحيح البخاري في قسم التعبير بيدل على الثبات في الدين. والله أعلى وأعلم. إيه تاني عندك؟ الحلم التاني إن أختي حلمت إني أنا واقفة من مجردة من الهدوم في الشارع، وما كنتش، وإن هي كانت مستغربة إزاي أنا مش مكسوفة يعني إن أنا واقفة كده في الشارع، وجوزي كان موجود برضه في نفس الحلم. طيب طبيعة عمل جوزك الرزق بتاعه بين الناس؟ أيوه. أه أه. طيب ده بيدل إن أنا الرزق بتاعي ظاهر للناس كلها، بس أنا أحصنه إن أنا أطلع منه لله على طول، علشان ده ما فيهاش أي حاجة، ده بيدل إن الرزق بتاعي ظاهر للناس بيبقى بين الناس. والله أعلى وأعلم. اتفضلي. ماشي. على مين؟ استاذه دعاء من الغربيه اتفضلي. استاذ عادل من هنا اتفضل. هو دكتور موسى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. وحضرتك بكل خير وسعاده يا حبيب القلب اتفضل. بعد اذنك يا دكتور، والله في حلمين يعني، واحد عندي انا وواحد بيتكرر عند الحجه كتير يعني. اتفضل قول لي يعني. اتفضل. بالنسبه للي عندي انا يا فندم، برا كتير ودايما اني بحاول اني انا اقلع سناني باسناني يعني. ده اللي هو بالنسبه لي انا يا فندم. طبيعه عملك ايه؟ طالب يا فندم، خلصت السنه دي. وانت بتصرف على نفسك؟ ايوه يا فندم، انا رب اسره. لا انت اللي بتقول نفسك يعني. الحمد لله. طيب ده بيدل على كده ان تخليق الاسنان انا بعملها، لان دي انا بستخدمها في الاكل، مش ده بتطحن الاكل بتاعي علشان تنزله المعده؟ نعم. ده اللي انا بدليل اللي انا بعول نفسي. تحت امرك. والله اعلم. ايه تاني عندك؟
عند الحجة يا فندم، واخواتي بيروا كثير انه مع الحجة ست والدتي معها طفل صغير، البنت يعني بالتحديد. والدتك عايشة؟ ايوه عايشة يا فندم. طيب ده بيدل على استجابة الدعوة والعطاء من ربنا. الحمد لله. ها؟ لان ربنا قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وقال ربنا قال فاستجبنا له ووهبنا، يبقى ده بيدل على العطاء والهبة، والله اعلى واعلم. اتفضل. استاذة دعاء من الغربية اتفضلي. الو. اتفضلي يا فندم. معايا الدكتور؟ اتفضلي يا فندم معاكي اسمعك. انا حلمت ان انا لابسه 5 سلاسل، 3 كبار يعني شكلهم زي الفضه كده، وبعدين واتنين زي الذهب بس دول لونهم ابيض. فبقول لوالدتي ده دول ذهب ابيض فضه، قلت لها مت والدتي قالت لي لا ده هم ذهب بس ذهب ابيض. خمس بس كنت لابساهم في مناسبه وفرحانه بيهم. طيب. حلم تاني. تفضل. حلمت ان في واحد متوفي يعني، وجاي ابن اخت حماتي. فجه فزي ما يكون بيرشدهم على شنطه كده فيها فلوس عندي في البلكونه، والشنطه ديت هم جايين بقى ياخدوا الفلوس ديت، فلقوها بيض فاسد، قاموا واخدين قامت حماتي وبنتها واخدين الشنطه ديت عندهم وماشيين بيها. بس واختها متوفيه كانت قاعده معايا في البلكونه، بس اختها جايه حلوه قوي وقعدت معايا، وهم خدوا الشنطه اللي فيها البيض الفاسد دي بيحسبوا فلوس وقاموا واخدينها وماشيين بيها. راحوا بقى عندهم عند شقتهم. اتفضلي. بس اتفضلي. وحلمت برضو حلم تاني ان الارج بتاعي مليان رصص فلوس، متنات وميات. مليان. اتفضلي تابعيني يا فندم. ايه؟ تابعيني اتفضلي. ماشي شكرا. اتفضلي. ما اشوف السلسله الفضه، انا عندي سلاسل فضه سلاسل ذهب، ده بيدل على ان ادرك من متاع الحياه الدنيا. عندنا دليل؟ ايوه عندنا دليل. الله يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. يبقى أنا حأدرك من متاع الحياة الدنيا، ولما أشوف إن أنا عندي مليان فلوس كتير الورق بيدل على الرزق، لأن الله قال: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وبدل على دوام الزينة، لأن الله قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وبدل على التمكين في الأرض: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفير. هذا هو المال. لكن لما أشوف أن المتوفي جايب عندي شنطة والشنطة دي كان فيها فلوس وأصبح فيها حاجات فاسدة، يبقى أنا لازم أتحرى لكل اللي كان في الرؤية، أتحرى المال بتاعي اللي تحول إلى بيض والبيض ده فسد. وربنا قال كأنهن بيض مكنون، ده لما ذكر على النساء والحور إن هما ده والست في الرؤية دنيا. طب أنا الحاجات اللي فسدت فيها دي أنا أشوف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما جه سيدنا سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الست كانت زمان وجوزها طالع على رزقه، تقول له إيه؟ اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام، لأننا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة. عايزين كلنا يبقى كده، نشوف الحلال اللي احنا بناكله نفتش فيه. جوزي دخل عليا بحاجات أسأله، أنا عارفة إمكانياته، أقول له ده جاي منين؟ ما أقولوش ده باب اتفتح لنا وما تقولش لحد عليه. كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. أفتش في مالي، أفتش في اللي داخل لي، أشوف إن أنا ابني دون اللي بيكبر قدامي بيكبر من حلال ولا من حرام. مفيش حاجة في الدين اسمها فهلوة، مفيش حاجة اسمها شطارة، مفيش إن أنا خدته بذكائي. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، واعلم أن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به.
نتحرى الحلال في كل شيء. والله أعلى وأعلم. أم فارس من سوهاج اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي حلم وبيتكرر معايا دايما. اتفضلي يا فندم قولي. دايما بحلم إن ابني الكبير عنده 3 سنين يا إما بيجري في مكان وبيقع في مية وناس بتجري وراه أنا أعرفهم. يا إما بكون شايلة أي أحد أي واحد من الإخوات الاثنين وبيموت وأنا شايلة على إيدي. أنت وعشان كده بتخافي عليه مش كده؟ لا هم 3 أولاد. لا أنا بقول لك بتشوفي كده بتخافي عليه. أيوه. وده مخليكي قلقانة عليه قوي. لا بس الحلم بيتكرر بقاله 3 سنين معايا. طيب أقول لك على حاجة. أنا أولادي دول حضرتك هتحطي إيدك عليهم كده؟ أيوه. وتقولي اللهم بحق اسمك الحفيظ، مين الحفيظ؟ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هقول لربنا الحفيظ. اللهم إني استحفظتك أولادي فاحفظهم بحق اسمك الحفيظ. ربنا هيحفظهم لي. وبقول لك حاجة تانية، ما تخافيش عليهم وقولي يا رب أنا استودعتك الأمانة دي فاحفظها يحفظها. ولازم تربيهم في النشأة إن هم يحفظوا القرآن، تعلميهم الصلاة، يكونوا حريصين على الطاعة. سمعاني ولا مش سمعاني؟ سمعك. نعمل الحاجات دي عشان ربنا يبارك لنا فيهم. اتفضلي. والله اعلى واعلم. فاصل وانتظرونا بعد الفاصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ربانية نورانية تسري في أجسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتسمو بالأرواح وتشفي البدن من كل داء وسقم. اللهم آمين. منا من اسكندرية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك عندي حلم. تفضلي يا فندم. أنا حلمت إن أنا راكبة باخرة كبيرة والباخرة دي كل شوية بتقف في مرسى. فده اللي كان مخليني مستغربة ان ليه كل شوية بتقف في مرسى ومعايا خطيبي معايا في الباخرة وكل شوية كل ما الباخرة تقف ينزل يقف على المرسى واول ما تيجي تمشي يطلع تاني. كاف مرة ما ركبش، لقيت اخويا جاي في ظهري وبيقول لي ما تقلقيش هو ركب في الدور اللي فوق. طيب اتفضلي. شكرا. الباخرة اللي هي السفينة بتدل على ايه؟ النجاة. عندنا دليل؟ ايوه عندنا دليل. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وبتدل على الرفعة لأن الله قال: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. نجاة ورفعة. والله أعلى وأعلم. أم محمد من اسكندرية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي رؤيتين يا شيخ لو سمحت. تفضلي يا فندم. تفضلك الله. آمين. أول رؤية شفت دروسي واقعة في إيدي كلها. خليكي معايا. دروسي كلها. طيب ماشي. لما أشوف إن دروسي كلها وقعت في إيدي يبقى أنا هعيش عمر طويل. والله أعلى وأعلم. إيه التاني عندك؟ الرؤية الثانية شفت نفسي أنا وأختي، الأختي حتى مصحفها كده على الكنبة وأنا ماسكة مصحفي في صدري وبقول إيه يا أختي سايبة مصحفها ليه كده، ولقيتها جايبة شنطة فيها قميص موف بتقول لي أنا جايبة ده لبنتك، بطلعه كده بنتي اسمها سارة، بطلعه قلت إيه ده خشن مش هيعجب بنتي. حطيته تاني في الشنطة بتاعته. خلصتي؟ وهي خلصت. طيب المصحف ده بيدل على حفظ ليا من ربنا، لأن ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خلاص. وبتدل على الشفاء لأن الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وبتدل على زوال الهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولما أشوف إن أنا لبسي جاي لبنتي وأنا مش لقيته جاي ليها يبقى رزق هيجي وستر
بس بطاعة ربنا وكسرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. أستاذة سلوى من القاهرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حلمت إن والدي ده كان متوفي من 20 سنة وهو كان أزهري. ربنا يرحمه ويجعل قرار ربنا إن شاء الله. وإحنا في أول يوم رمضان وعزمين واحد عندنا اسمه هاني وشاحي على الفطار، فجي المغرب فبابا قال هات الأحفاد المصلي بيهم جماعة. فوقف يصلي، فالأحفاد مش أحفادنا احنا بقى، لقينا وأحفاد وراه كتيرة هو بيصلي بيهم. رحت أنا قايلة إيه، طب ما احنا كمان البنات نصلي وراهم، وقفنا وراه وصلينا المغرب وصحيت. طيب الصلاة صلة بين العبد وربه. ومش في أي حد أستاذة سلوى، مش أي حد ينفع إمام. سيدنا إبراهيم قال ومن ذريته، ربنا قال له قال لا ينال أحد الظالمين، وربنا يقول إيه، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، إيه اللي يحصل لهم؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. تدل على إدراك الجنة والسعادة والرفعة وحسن حاله عند ربه. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والله أعلى وأعلم. أستاذة أدرية من بورسعيد تفضلي. أيوة لو سمحت يا دكتور. فندم أنا معاك تفضلي. أنا بحلم حلمين، عندي حلمين. تفضلي قولي. الأولاني بحلم إن أنا ببص من الشباك بحس إن أنا بقع من شباك، بفضل أتقل نفسي عشان ما اترزعش، بس بنزل من الشباك بتاعي، أنا ساكنة في ثاني دور. ده الحلم الأول، دايما كان مهاجمني على طول بيجيني كده، حتى ما بقى فنشر ببقى خايف. الحلم الثاني بحلم، ده بقى مكرر على طول، إن في لا مؤاخذة كلب بيمسكني من ظهري جامد بيطبط فيا جامد، أفضل أصرخ وأبعد وأفشل وأتخر هدومي يعني ببقى. خليكي معايا ما تقفليش يا أستاذ. لا مش هقفل، حاضر. طيب. أنا مع حضرتك. أولا كل يوم تاخدي 7 تمرات الصبح. وطي التلفزيون اللي عندك. ليه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تصبح 7 تمرات لم يضره سم ولا سحر، والكلب الأسود العقور شيطان. ولما أشوف حد بيعضني أو الكلب ده بينهش فيا، إحنا الشيطان ده، وأنا عايز أبعد الوسواس عني وأبعد الشيطان عني وأبعد كل حاجة وحشة عني. التحصين فين بتاعي؟ أذكار الصباح فين؟ وأذكار المساء أنا أقولها، أتصبح 7 تمرات صباحا وأقول أذكار الصباح والمساء صباحا ومساء، وأصلي سورة الضحى، أصلي صلاة الضحى صباحا 2 4 6، أقرأ سورة الضحى 7 مرات الصبح وبعد العصر، علشان خاطر إن أنا ربنا يقيني كل شر حاسد أو فاسد وألجأ لربنا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا هحافظ على أذكار الصباح والمساء، هتصبح 7 تمرات كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تصبح 7 تمرات لم يضره سم ولا سحر، وهأقرأ سورة الضحى 7 مرات صباحا و7 بعد العصر، وهصلي سورة هصلي صلاة الضحى اللي هي زكاة كل مفصل، إن أنا ديت أعملها 2 4 6، علشان ربنا يقيني شر الإنس والجن، وأكثر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأعمال بين القبول والرد إلا الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا ترد، والله أعلى وأعلم. أستاذة حورية من الجيزة تفضلي. ازيك يا دكتور، في حضرتك؟ ربي يبارك فيك، الحمد لله بخير والله. أهلا بحضرتك. أنا كنت بقى ماما قد توفت من حوالي 5 شهور رحمة الله عليه. الله يخليك، ربنا يكرمك يا دكتور. حضرتك يا جات لي 2 3 بس جات جميلة، يعني مثلا قاعدة جنبي في البيت بتشتري، كان أخويا جايب مفارش معاه من بره فاشتريت واحد، وقلت لها يا ماما ناخده، قالت لي أنا هاخده أنا، هي اشتريته وخدته، قالت لي أنت تاخدي إيه الشراب نفس المطرز كله بالذهب. فالمهم فبنتي حلمت بيها امبارح، وأول نفس الحلم اللي هي زعلانة جدا وبتعيط في الحلمين، بتعيط يعني 2 مرات. انا شخصيا مش قادره اروح البيت وهي مش موجوده، لا يمكن
لا يمكن. طب هقول لحضرتك حاجه، انت شفتي والدتك؟ اخواتي بيروحوا. طيب انت شفتي والدتك في حاله كويسه مش كده؟ اه جدا. طيب وشافت ان هي بتشتري من المفارش او من الزينه دي؟ من اخويا. من اخوكي اللي ساكن في وشها. اه طيب. قالت له انا هاخد ده وانت خدي الشراب سوري يعني. وده نوع، والشراب ده نوع من الستر، مش انا بقى البسه برضه دون ليا؟ اه ده تقولي انا خدت البسه. طيب ده جميل يا ماما. طيب ده ستر ليا. طيب والبكاء الميت بيدل على حسن حاله، ضحك الميت وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وبكاء يعني ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. طيب والدتك حضرتك بتقولي مش بتحب تروح البيت عشان هي توفت؟ لا يمكن. هقول لك حاجة أستاذة حورية. اتفضل يا دكتور. الرقم أنا ما اروحش بيت والدي ولا والدتي. عارفة إيه اللي أنا أعمله؟ ايه بقى هما بيروحوا بس انا ما لا لا انا هقول لك حاجه عشان اصل احنا نروح البيت ما نروحش البيت ده لا علاقه لي. لا علاقه. شفتي بقى شفتي سيدنا النبي عليه؟ اه. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. ايوه. علم ينتفع به، صدقه جاريه، ولد صالح يدعو له. انت ما تروح البيت هتعملي ايه لوالدتك؟ بيقعدوا مع بعض الاخوات. لا انت ما تروح البيت هتعملي لها ايه؟ اللي انت قلقانه من مروح البيت. حاضر. لا انا اعمل ادعي لوالدتي. اه بره. اتصدق ليه؟ ايوه. ان الحاجه اللي توصلها اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقه جاريه، ولد صالح يدعو له. والله اعلى واعلم. استاذ محمد من اين تفضل؟ السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك انا كان عندي حلمين يعني. قول. الاولاني ام حلمت ان اختي الكبيره في طياره، والطياره دي ما فيهاش حد، وفي ناس كتيره بنستناها من بره يعني. ده الحلم الاولاني. طب خليك معايا يا محمد. اه محمد. الطياره دي ربنا قال يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون، اللي هي الطياره والقطار والسياره وما شابه ذلك، لتركبوها وزينة، إدراك منافع وستر يا محمد لأختك. والله أعلى وأعلم. إيه تاني عندك؟ إن أنا كل يوم بحلم بإفانة وتعبين في الحلم. كل يوم يا محمد. أنت خليك معايا، أنت بتصلي يا محمد؟ أنا؟ آه أنا بصلي مثلا يوم أو اثنين يا محمد. أنت نعم. دلوقتي متصل بيا علشان تمام. أديك نصيحة ولا تخبي عني؟ لا انت تديني نصيحه مش هتخبي. طيب انت بتصلي يا حبيبي؟ انا بصلي بس صراحه مش منتظم على الصلاه. طيب انا دلوقتي لما يكون عندي برد بعمل ايه يا محمد؟ مش بلبس قميص الواقي كده ان انا البس البلطو؟ تمام. طيب انا سيدنا النبي قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. طيب انا عندي خمس فروض، توعدني يا محمد ان انت مش هتسيب ولا فرض؟ ان شاء الله اوعدك. توعدني ان انت تصلي كل فرض في الجامع؟ ان شاء الله. طيب انا هحافظ على الصلاه يا محمد، وهاكثر من الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهقول اذكار الصباح والمساء لان التعابين دي اعداء من الانس والجن، عشان ربنا يقيني شر الانس والجن. والله اعلى واعلم. اتفضل يا محمد. استاذه فاطمه من اسكندريه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك. ربنا يبارك فيك يا فندم. بخير الحمد لله. اتفضلي. بص انا حلمت خير، انا عندي بنتي مخطوبه بس مسافره بره. يا رب ربنا يسعدها. اتفضلي. الله يخليك يا رب. حلمت خير ان هي عندها ثلاث براكي، فبقول لها اديتي بطهم الجداد دول الاثنين الجداد طوال وحلمين، قالت لي لا انا عايزه البطه القديم ده، والبطه القديم ده مقطع وحش وهي عايزه تلبسه وانا مش عايزاها تلبسه. وبعدين الحلم الثاني حلمت خير ان ابويا وامي متوفيين بره جايين عندي، وقلقانه في الثلاجه عندهم حاطه فراخ. خدت فرختين منهم وسبت لهم حبه حاجات صغيره كده، قلت لهم خلوا بقى الحاجات دهيت عشان نغسل الثلاجه. بس كده شكرا. طب خليكي معايا. استاذه فاطمه. طيب تابعيني. اللبس للنساء غير الرجال. ربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصلوا على سيدنا النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ربانية نورانية تسري في أجسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتسمو بالأرواح وتشفي البدن من كل داء وسقم. اللبس للنساء بيدل على إدراك الأمن والأمان.
عندنا دليل؟ ايوه عندنا دليل. الله يقول لنبيه محمد: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه؟ ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. ده ادراك الامن والامان. ولما بشوف ان انا والدي باخد من عنده فراخ، ربنا قال: ولحم طير مما يشتهون، ده طعام اهل الجنه. وهنا ولما اشوف ان انا باخد من الاكل ده بتاع والدي باخد الرزق، يبقى انا طاعه الاب والام كنز لا يفتح الا بعد موته، يدل على حسن حال ان انا ادركت بر الوالدين. ولما اسيب لهم من الاكل يبقى هنا المتوفي لا يحتاج الى الاكل، لا بل يفتقر الى الحسنات. طيب انا لما اديله الاكل اللي هو الرزق يبقى يوصله دعاء مني. فاحنا بنقول للحاجه المحترمه الاستاذه فاطمه ان انا احرص على الدعاء لوالدي ووالدتي، ده ربنا بيوسع عليا في الرزق. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقه جاريه، ولد صالح يدعو له. نوصيك بالدعاء لوالديك حتى تدرك الامن والامان والسعاده والرفعه في الدنيا والاخره، والله اعلى واعلم. استاذ محمد من الشرقيه اتفضل. فضيله الشيخ. اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم. ها سامعك يا استاذ محمد، اتفضل. بالنسبه لحضرتك في سؤال بس من ناحيه الزوجه حضرتك. نعم. سؤال من ناحيه الزوجه، سؤال ديني يعني. اتفضل. حضرتك في حاجات بسيطه كده تبقى الزوجه مثلا وانا في الشغل في حاجات مثلا بتبقى تكذب عليا فيها كده. وانا بصالحها بيها بتقول لي لا ده حاجات بسيطه كده يعني. حضرتك يا استاذ محمد دي رؤيه ولا سؤال؟ لا سؤال حضرتك يعني. طيب احنا ترجع لبرنامج المسلمون يتساءلون عندنا في المحور، يقدروا يرد عليك. اتفضل استاذه اسماء من سوهاج، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك معايا حلم انا حلمته النهارده. اتفضلي. حلمت ان انا كنت في بيتنا هنا وجالي عريس وكانت جرايد فتحتنا، انا ما اعرفوش ولا شفته قبل كده. انا كنت بفكر في واحد تاني. طيب اتفضلي تابعين. تابعين. ما اشوف انا في البيت بيدل على ايه؟ على الراحه والاطمئنان. انا في بيتي، والله جعل لكم من بيوتكم ايه؟ سكن، يعني استقرار وامن وامان. والسكن انواع: فالق الاصباح وجعل الليل سكن، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا، تتحقق السعاده والاطمئنان إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ربنا يديم علينا المودة والرحمة بيننا وبين زوجاتنا يا رب، ويحفظنا ويحافظ علينا جميعا يا رب. ولما أشوف إن أنا جاي لي عريس يتحقق الستر، بس بنقول لك الستر يتحقق بكثرة الصلاة على سيدنا النبي، بنقول لك الستر والسعادة تتحقق بركعتين في قيام الليل، نقول لك الستر والسعادة تتحقق إن ما يفوتك مش يفوتك فرض، بنقول لك الستر والسعادة تتحقق أن يظل لسانك رطب بذكر الله. أنا حافظ أبعد عن الغيبة والنميمة. يا جماعة البنك الوحيد اللي أنت بتحط فيه تقدر تسحب منه في الآخرة مدخر لك عند ربك. مين مش عايز يبقى عنده رصيد من الحسنات؟ كلنا عندنا فلوس في البنك وبنحافظ عليها ونخاف، لا أنا عايز رصيدي يكبر عند ربنا. يكبر بإيه؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. يكبر بإيه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أنا عايز رصيدي يكبر، رصيدي عند ربنا المدخر لي عند ربنا ده بنك الحسنات اللي أنا بعمله. ده من لطف ربنا بينا إن يجي ملك الحسنات وملك السيئات. ربنا جعل السيادة لملك الحسنات. اما نعمل غلطه يقوم ملك الحسنات يقول له استنى عليه شويه مش تكتبها، يقوم يصبر عليا حتى لما نام يقوم ربنا يشوف يقول لي عبدي يعني نمت كده ومش استغفرتني. طب انا لما ارجع لربنا على طول
يعني لما ارجع لربنا واتوب الى ربنا واتوب الى الله جميعا. لما اتوب وارجع لربنا مش هيكتبها علي ملك السيئات، مش هيكتبها. لازم نرجع لربنا ونحرص على الطاعة علشان نكون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك ومقتدر، والله أعلى وأعلم. أستاذ حسن من القاهرة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربي يبارك فيك يا فندم. الله يخليك. والنبي عندي رؤية كده الله يكرمك. تفضل يا فندم. أنا رأيت إن في جمل أنا واقف قدامه وهو بيقيم الصلاة وقال أشهد لا إله إلا الله لحد محمد رسول الله وما كملش يعني إقامة الصلاة، قد قامت صلاتي قد قامت الصلاة، ورأيت الجمل وهو بيكلمني يعني. طيب حضرتك واقف قدامه، حضرتك بتتمنى إن أنت تذهب إلى بيت الله الحرام؟ آه أتمنى جدا طبعا. وبتدعي الدعاء دون؟ وبدعي دايما يا فندم. طيب الدعاء ده يتحقق بكثرة الصلاة على سيدنا النبي؟ وأنا أحسن عملي بدليل الله يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والصلاة صلة، الصلاة صلة بين العبد وخالقه، والناس في صلاتهم والله في قضاء حوائجهم. هذه الرؤية تدل على أن أنا إن شاء الله حأدرك أن أنا حأذهب بيت الله الحرام، والله أعلى وأعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أن نلقاكم في الأسبوع القادم في تمام الساعة 3 عصرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.